اهلا بيكم بحلقه جديده بنبداها مع حضراتكم. حابه ابداها ب ان انا ابارك طبعا جماهير نادي الزمالك على الفوز المعنوي المهم امبارح بثنائيه، يمكن ثنائيه متاخره، واحده تقليديه والثانيه طبعا سنغاليه، بيضرب الزمالك اكتر من عصفور براسيتين. اولا قدرنا امبارح في مباراه امبارح بالفوز ده ان احنا نستعيد ذاكره الانتصارات. يمكن ذاكره الانتصارات دي كانت توقفت في مباراه الداخليه الاخيره والوقتها اتعادلنا فيها بنتيجه 1-1 تماما زي كانت مباراه الدور الاول. الفكره كمان في فوز امبارح انه الانتصار ده كان فوز بهدفين نظيفين، يعني بفارق اكتر من هدف، ودي يمكن لاول مره من فتره كبيره، ودي كانت نقطه مهمه جدا. لان تخيلوا معايا حضراتكم كده انه في هذا الموسم السيء والكبيس على نادي الزمالك، فالزمالك اخر مره قدر ان هو يفوز بفارق اكتر من هدف الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان يوم 13 ابريل الماضي، وقتها كنا بنلاعب حرس الحدود وفزنا عليهم بنتيجه 3-0. كان مستر اسوريو لسه جاي وكان لسه جاي في اليوم دوت في يوم مباراه حرس الحدود، ووقتها اللي ادار اللقاء ده كان كابتن مدحت عبد الهادي. فمن وقتها الزمالك ما قدرش ان هو يفوز باكتر من هدف على اي منافس لاعب امامه، فدي نقطه كويسه جدا. معنويات اكيد اللعيبه هترتفع، معنويات الجهاز الفني اكيد هترتفع، معنويات الجماهير اكيد فرقت من امبارح لحد النهارده. الزمالك كمان حاليا بيصل للنقطه ال50، والحقيقه ان دي نقطه مهمه جدا، لانك من ناحيه انت خلاص كده انت بتامن المركز الرابع بنسبه تتعدى ال90%، لانك فارق عن اقرب مطارديك في المركز الخامس المقاولين العرب، فارق عنه بتسع نقاط طبعا مع تبقي 5 مباريات فقط على النهايه، وبالتالي فانت بتضمن على الاقل المشاركه الافريقيه الموسم الجاي. لو انت مش هتلحق او مش هتقدر تشارك في دوري الابطال فهتكون على الاقل في الكونفدراليه، فدي برضو نقطه مهمه. وفي نفس الوقت انت ما رميتش فوط المشاركه في دوري ابطال افريقيا، لانه اي نتيجه غير الفوز امبارح كانت بكل تاكيد هتعني انه خلاص امالك بقى في المشاركه في دوري الابطال الموسم الجاي تقريبا هتكون شبه منتهيه، خصوصا انه في مباراه بعد بكره بين فيوتشر وبين بيراميدز. في كل الاحوال المباراه دي نتيجتها هتكون في صالح نادي الزمالك، اللي طبعا بفوز امبارح لسه بيبين ان هو متمسك باماله في المشاركه في الشامبيونز ليج الموسم الجاي. وان كانت الامور صعبه زي ما قلت امبارح، لكن الامور ليست مستحيله. يمكن موسم متقلب، موسم صعب، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل في نهايه الموسم. لو قدرنا ان احنا نفوز في المباريات المتبقيه لينا افتكر انه بالشكل ده هنكون خلاص ضمننا التاهل للشامبيونز ليج للموسم الجاي. المهم انك تلعب على فرصك، المهم انك تلعب باصرار وبروح وبعزيمه ان انت تفوز فيما تبقى ليك من مباريات هذا الموسم. في ال5 مباريات المتبقيه لازم تلعب على فرصك وتتمسك بحظوظك فيهم لحد النهايه. طب بعيدا عن حسبه النقاط وبعيدا عن حسبه المراكز، ففوز امبارح زي ما قلت في البدايه هو فوز معنوي مهم جدا. فوز معنوي مهم للجميع على جميع الاصعده، فوز معنوي مهم بالنسبه للعيبه، فوز معنوي مهم بالنسبة للجماهير، وفوز معنوي مهم لمستر أسوريو، لأنه التعادل والتعثر ده كان كله هيسبب إحباط أكتر يمكن من الإحباط اللي كان واصل للعيبة في الفترة اللي فاتت. والإحباط ده بيقتل فكرة إن أنت يكون في أي محاولة للتطور أو أي محاولة للتحسن أو أي محاولة للخروج من الأزمة. ويمكن كل المحاولات دي كنا بنشوف ملامح ليها واضحه في الفتره اللي فاتت، في المباريات اللي فاتت كان بيبذلهم مستر أسوريو من ساعه ما جه، سواء طبعا اتفقنا معاه في طريقته او اختلفنا، لكن ما نقدرش نختلف ان هو كان بيبذل محاولات، الراجل كان بيحاول، وكنا بنشوف المحاولات دي على ارض الملعب، ايا كانت النتيجه في النهايه، اذا كانت بتكون النتيجه ايجابيه او سلبيه، لكن الكل كان بيشوف ان هو بيحاول يبذل محاولات، بيحاول يطبق فكره، بيحاول ان هو يحفظ اللعيبه طرق لعب جديده. كنا بنشوف منه محاولات لاصلاح ما تبقى من الموسم او اصلاح الفريق اللي يمكن كان جه عليه بشكل سيء، فكنا بنشوف الحقيقه محاولات من مستر أسوريو. وامبارح كمان يمكن مع وصولنا للدقيقه 88 والنتيجه للاسف كانت طبعا لحد الدقيقه 88 بتشير للتعادل السلبي كتير، خلاص كانوا شاكين بنسبه كبيره جدا انه الفريق مش هيقدر ان هو يحقق الفوز في المباراه ديت،
وان للمباراة التانية على التوالي هنطلع بنتيجة سلبية من المباراة. لكن امبارح الزمالك قدر ان هو يرجع، يمكن حقق عودة متأخرة شوية، بس انا شايفة ان العودة المتأخرة دي بتشير ولو جزئيا لتطور في شخصية الفريق، ان الفريق لا في تطور في الشخصيه، في كان في رغبه واضحه امبارح في الفوز، ودي جزئيه مهمه جدا. يمكن الجزئيه دي مهمه لان فريق الزمالك في النصف الثاني من السيزون، وده بصرف النظر بقى عن اي تراجع في المستوى الواضح، لكن كمان كان في اغلب المباريات ما كنتش بتحس ان الفريق عنده رغبه في الفوز، ما كانش بيبقى فيه اراده، ما كانش في عزيمه او اصرار، كان يمكن بيدخل فينا هدف تلاقي خلاص كده الفريق اتفكك، وبتلاقي ان الفريق احبط، وبتلاقي ان اللعيبه ما بقاش عندها الاصرار او العزيمه ان هي تطلع بالفوز او ان هي ترجع في المباراه وتقدر ان هي تنهي المباراه بالفوز. يمكن ده ما شفناهوش امبارح، يمكن شفنا العكس امبارح، شفنا انه في تطور في نفسية اللعيبة. اللعيبة لا امبارح كانوا عايزين يفوزوا، رغم ان الامور كلها كانت بتشير انه المباراة ممكن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن شفنا الفريق لا عايز يعمل حاجة، عايز يفوز، كان في روح، كان في عزيمة على الفوز، ودي زي ما قلت حاجة ما كانتش موجودة في الفترة اللي فاتت، ودي كانت نقطة مهمة جدا شفناها في مباراة امبارح. يمكن عايزة اوجه كمان تحية كبيرة لفردين من افراد الفريق. أول تحية لمصطفى شلبي. يمكن مصطفى شلبي كان في جاب كبير جدا ما بينه وما بين جماهير نادي الزمالك، كان في يعني خلينا نقول إنه كان في الجماهير ما كانتش قادرة أو بلاش الجماهير، زي ما قلت كان في جاب ما بينه وما بين الجماهير، كان في انتقادات سلبية كتير، وأحلى حاجة عملها مصطفى شلبي إن هو أكبر الجميع على احترامه، ودي نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة لأنه مصطفى شلبي ما أجبرش الجميع على احترامه بالعافية أو بالرد أو بالكلام، لا مصطفى شلبي عرف إنه يكسب جماهير نادي الزمالك بمستواه، بمستواه اللي اتطور. مستوى مصطفى شلبي اتطور بوضوح، وقدر ان هو في الفتره اللي فاتت دي انه يساهم في اغلب اهداف نادي الزمالك، يعني سواء بالتسجيل او تحديدا بصناعه الاهداف. واحلى حاجه زي ما قلت ان جمهور نادي الزمالك جمهور ذكي، بيعرف يقدر اللاعب اللي بيجتهد، بيعرف يقدر اللاعب اللي بيحاول. اهم حاجه ان انا اشوفك بتحاول قدامي، انك بتحاول ان انت تعمل اللي عليك، ان انت بتحاول ان انت تكون على قدر التيشيرت اللي انت لابسه. وده اللي شفناه، ان جمهور نادي الزمالك قدر اللي بيعمله مصطفى شلبي، وجمهور نادي الزمالك دلوقتي بيحاول يوصل رسائل لمصطفى شلبي، معناها او مفادها ان احنا في ظهرك ومعاك، طالما انت بتحاول ان انت تقرب لنا خطوة احنا كمان هنقف في ظهرك وهنقرب لك خطوات. وبالتالي ما كانش غريب اطلاقا امبارح، وبعد ما زي ما قلت ما كان في جاب في العلاقه والعلاقه كانت متوتره بين الجماهير وبين مصطفى شلبي، لا دلوقتي اصبحت العلاقه قويه الى الحد اللي خلى امبارح مصطفى شلبي يروح في لقطه رائعه طبعا من كابتن شيكابالا اللي شجعه على ان هو يروح للجمهور وياخد تحيتهم بعد اللقاء. طبعا كان بدون شك هو نجمه الاول بعد ما قدر ان هو يصنع هدف تاكيد الفوز، وقدم الحقيقه مش بس هدف تأكيد الفوز، لكنه قدم امبارح أرقام مميزة جدا، من ضمنها صناعته لست عرضيات صحيحة من أصل 8، تقديمه كمان 5 مراوغات ناجحة من أصل 5، واستعادة الكرة 5 مرات، وفاز ب5 صراعات ثنائية، وقدر ان هو يقدم نسبة تمريرات دقيقة بلغت 83%، أرقام حقيقية يستحق ان هو يكون عليها رجل المباراة. مفيش شك ابدا انه مصطفى شلبي مكسب كبير، بل قد يكون احد مكاسب الزمالك القليله في الفتره الصعبه وفي الموسم الصعب اللي عدى علينا، واللي نقدر ان احنا نقول ان احنا نبني عليها للفتره الجايه والموسم المقبل. الحقيقه انه كمان في حد برضه عايزه اوجه له التحيه، وهو السنغالي ابراهيم نداي. يمكن ابراهيم نداي بيحاول يجيب ولو جزء من مستواه. طبعا ابراهيم نداي كان اتعرض لاصابه كبيره واصابه طويله في اول الموسم، بعد كده رجع لقى الفريق مش في افضل احواله على الاطلاق، وما كانش هو نفسه كمان في افضل احواله، لكن زي ما قلت هو بيحاول يجيب مستواه،
وده مهم زي ما قلت، فكرة ان انت تحاول ان انت تعمل اللي عليك، تحاول ان انت تجيب مستواك، تحاول ان انت تظهر في الملعب، ان انت تقدم حاجة لفريقك. المحاولة دي يمكن بتكون عند جماهير نادي الزمالك ليها قيمة كبيرة. ويمكن فكرة ان انت تحاول ان انت تجيب مستواك المميز وتبين ده في المباراة، حتى لو انت كنت غايب او مش ظاهر، لكنه نداي بيتحرك تحرك مميز، بيصنع من خلاله خطورة او بيتسبب في هدف زي ما عمل امبارح وزي ما عمل امام الاسماعيلي وزي ما عمل كمان قصاد اسوان وقصاد حرس الحدود. من الاخر نداي بيحاول يدي اماره لوجوده، بيحاول يقول انا موجود، بيحاول يقول انا لسه عندي حاجه اقدمها، بيحاول يصالح جماهير نادي الزمالك اللي يمكن كانت شايفاه مش الصفقه الافضل او المناسبه لنادي الزمالك، لكن هو بيحاول ان هو يثبت نفسه ويوري الناس ان هو قادر على صناعه الفارق مع الفريق، وبيحاول ان هو يحجز مقعد ليه في قائمه الزمالك للموسم القادم. الحقيقه بقى اللي فعلا يستاهل التحيه اكتر من كل دول هو جمهور نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك الوفي المخلص المنتمي، جمهور نادي الزمالك اللي ما بيتخلاش الحقيقه عن فرقته في اصعب الاوقات. زي ما بيقف جنب فريقه وقت البطولات، بيكون برضه واقف جنب فريقه وفي ظهر فريقه وقت التراجع والازمات. جمهور نادي الزمالك يمكن بعت برساله مهمه ورساله مش غريبه عليه امبارح طبعا في الفريق، زي ما احنا شايفين كانوا معاهم شعار سنظل اوفياء. جمهور نادي الزمالك دايما في ظهر فريقه، دايما بيكون مساند للفريق حتى في الظروف الصعبه. يمكن الفريق كان الجماهير دي امبارح راحت وهي مش عارفه نهايه المباراه هتكون ايه. الفريق بقاله فترة بيؤدي أداء غير مطمئن على الإطلاق وغير مشجع، لكن الجماهير دي راحت وفضلت واقفة في ظهر فريقها، بتقول دايما للفريق إن احنا في ظهرك وإن احنا هنكون معاكم حتى في أصعب الظروف وإن احنا هنظل أوفياء إلى النهاية. طبعا أحلى معاني الوفاء بيكتبها جماهير، تكتبها جماهير نادي الزمالك، ودايما بيكونوا موجودين وفي ظهر فريقهم، بيدوا دايما دروس عظيمة في الانتماء، عاشت طبعا جماهير نادي الزمالك العظيمة الوفية دايما.